مشاهدينا الكرام، أهلا بكم ومرحبا إلى حلقة جديدة من حلقات لقاءاتنا الخاصة، والتي سنناقش فيها هذا اليوم موضوع الخطاب الديني. هذا الموضوع الذي أضحى يفرض نفسه بشدة في عصرنا الحالي بعد انتشار أفكار مشوهة على الدين الإسلامي، الذي أضحى يساوي عند الكثير التطرف، بالإضافة إلى توالي وانتشار تنظيمات إرهابية تقتل وتذبح وتحرق باسمه. فهل المشكل إذن يكمن في خطاب ديني متطرف بائس يفرق ولا يجمع؟ أم المشكلة أساسا في مشايخ وعلماء يتهمون أنهم يعيشون في القرن 21 بعقلية بالية؟ ألم يطوق هؤلاء أنفسهم في أبراج عاجية بعيدة كل البعد عن المجتمع الذي يعيشون فيها؟ ثم ما السبل الممكنة التي من الممكن اتباعها لإصلاح الخطاب الديني بالشكل الذي يوافق العصر الذي نعيشه؟ هذه النقاط وغيرها مشاهدينا سنناقش وسنطرحها للنقاش مع ضيفنا لحلقة اليوم فضيلة الدكتور الشيخ محمد الفيزازي. شكرا لكم على قبول دعوتنا. أهلا وسهلا ومرحبا، والتحية الخالصة للمشاهدين والمشاهدات. صلى الله عز وجل أن نكون مفيدين ومستفيدين في هذا اللقاء معكم. شكرا لك دكتور. يعني بداية السؤال البديهي الذي يتبادر إلى ذهني هو، هل يمكن القول أن هناك إشكالية حقيقية للخطاب الديني في المغرب، أما أن الأمر لا يستدعي صراحة القلق بهذه الدرجة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أقول كل ما تفضلت به من أفكار في مقدمتك هو كائن، لكن التعميم غير وارد. لربما الخطاب الديني في المغرب أفضل من غيره بكثير في بالمقارنة إلى البلاد العربية والإسلامية الأخرى، ودليلي على ذلك تصدير إن صح التعبير الخطاب الديني إلى كثير من الدول الإفريقية، حيث يتولى المغرب تأطير الأئمة في مالي وفي السنغال وفي غيرها من البلاد، مما يدل على أن الدول الأخرى ترى في النموذج المغربي وفي الخطاب الديني المغربي هو المثل الأعلى أو الأمثل الذي يساير روح الاستقرار وروح الأمن الروحي. صحيح الخطاب الديني في المغرب ليس الكمال، ولا أحد يقول ذلك، يحتاج إلى الكثير من الإصلاحات في الكثير من الجوانب بكل تأكيد. والخطاب الديني ماذا نقصد به؟ هل نقصد به إبلاغ النص الشرعي للناس؟ هذا موجود عندنا القنوات، عندنا القناة السادسة قناة القرآن لمحمد السادس، وعندنا المساجد الحمد لله قائمة إن لم أقل بواجبها كاملا فهي قائمة ببعض الواجب. ومن ثم بدون شك حتى أكون واضحا وحتى أكون صريحا، لا شك أن الخطباء انطلاقا من كونهم ليسوا سواسية لا في مستواهم ليسوا سواسية في مستواهم العلمي ولا التأصيلي ولا التفصيلي ولا ليسوا في المستوى، فهناك العالم وهناك الأعلم وهناك الأقل علما بدون شك. ومن ثم فالخطاب الديني متفاوت من حيث التأثير من خطيب لآخر ومن منبر لآخر ومن مستوى لآخر. إذن أفهم من كلامكم دكتور أن الخطاب الديني بالمغرب بخير، يعني لا وجود أي إشكاليات؟ لا بالعكس، لا يقول بهذا إلا من لا يعرف طبيعة الأشياء. الخطاب الديني في حاجة إلى الكثير من الإصلاحات. صحيح هناك أوراش إصلاحية بكل تأكيد. ما يميز الخطاب الديني ربما عن غيره هو أنه خطاب قائم على مؤسسات، هذه قضية لا بد أن ننتبه إليها. هناك مؤسسات علمية يرأسها أمير المؤمنين نفسه، هناك المجلس العلمي الأعلى، هناك المجالس العلمية المحلية، هناك المؤسسات التقنية والاجتماعية، ويعني قائمة على مصالح الخطباء والقيمين الدينيين من أئمة ومؤذنين ومنظفين وما إلى ذلك. هناك أشياء تخص الأحباس والأوقاف، أشياء إيجابية كثير، ولكن كل ذلك يحتاج بكل تأكيد إلى كثير من الإصلاح ماديا ومعنويا في هذا الحقل. عندنا أيضا وحدة المذهب الإمام مالك، هي وهذا الحرص على الوحدة حول هذا المذهب لا درءا للمذاهب الأخرى ولا تنقيصا من المذاهب الأخرى
ولا ازدراء للمذاهب الأخرى السنية، المذهب الحنفي والحنبلي والشافعي أبدا، فنحن جميعا نقدر تلك المذاهب ونجلها وفيها الخير الكثير بكل تأكيد، وهي مذاهب سنية لا شك في ذلك. لكن حرص المغرب على وحدة المذهب إنما هو درءا للتشتيت وسدا للذرائع، بحيث لا يمكن أن يكون هناك فتنة فقهية وفتنة طائفية تتولد عن هذا. فإذا وحدة الصف ووحدة الكلمة على المذهب فيه من الخير ما فيه، مع الاحترام الكامل للمذاهب الأخرى ومع التقدير لها. إذا هذه هي الأشياء الإيجابية في هذه البلاد. هناك مؤسسة إمارة المؤمنين، هناك مؤسسات قائمة من الناحية العلمية بالكثير من الواجب، إن لم أقل بواجبها كله. هناك المجالس العلمية المحلية، هناك الإدارة سواء في شخص المندوب أو في شخص رئيس المجلس العلمي. إذن هناك مؤسسات. الحقل الديني في المغرب ليس فوضى وليس سائبا يمكن لمن شاء أن يقول ما شاء، فهذا هو. هناك مراقبة بكل تأكيد، ولكن في تقديري هذا الورش العظيم الدعوي في حاجة دائما إلى إصلاحات، وهذا من حيوية الخطاب. طيب، هذا كل ما ذكرته ربما الجانب الإيجابي في الموضوع ولا يمكن أن ننكره بأي حال من الأحوال، لكن ما هي هذه الاختلالات؟ إن وجدت، ما هي هذه الاختلالات التي يعاني منها الخطاب الديني بالمغرب؟ أنا في تقديري نريد يعني أن نضع بكل صراحة الخطاب الديني في حاجة إلى فتح المواضيع الحية والحيوية التي يعيشها الناس، في حاجة إلى النزول أكثر إلى ما يشغل الناس ولا سيما الشباب، في حالة إلى التواصل ربما اليومي مع الشباب، في حاجة إلى مناقشة هؤلاء الشباب في قضاياهم التي يعيشونها. فلا يمكن أن يبقى الخطاب مثاليا أو تذكيرا بالوعد والوعيد ثم لا نناقش التفاصيل، كما يقال الشياطين تكمن ضمن التفاصيل. فلا بد للداعية الله عز وجل أن ينزل إلى الساحة وأن يخاطب الناس وأن يستمع إلى الناس، كل الناس، وأن يحاول أن يجد ما يحتاجونه من حلول ومن كذا. لذلك أنا الآن أظن أن الخطاب الديني في المغرب مطالب بفتح الباب على مصراعيه لمناقشة المتطرفين ولمناقشتهم في النصوص التي يفهمونها عوجا من أجل الوصول إلى التطرف. فلا مجال، لم يعد الآن الوقت أو لم يعد السكوت ممكنا. فالتطرف يتغذى من نصوص شرعية من الكتاب والسنة، فلا نقول بأن هذه النصوص في الكتاب وهذه النصوص في السنة يجب أن تراجع، هذا لا يقول بها إلا أحمق. ولكن لا بد من رجوع من مراجعة الفقه المتراكم ومن مراجعة الفهم المتراكم عبر التاريخ ومن مناقشة هؤلاء فيما يفهمون، وبالتالي محاصرتهم في الزاوية التي لجأوا إليها، ألا وهو محاصرتهم في فهمهم السقيم للنصوص الشرعية. طيب، ذكرتم وجود مجموعة من المؤسسات التي تؤطر الخطاب الديني بالمغرب. ربما قد يتساءل يعني الناس ما يعني أهمية وجود هذه المؤسسات إن كان مضمونها لا يليق بالمستوى المطلوب. أذكر على سبيل المثال مؤسسة الإعلام. هل الإعلام فعلا يعني يعطي لنا خطاب ديني بشكل حداثي معاصر بشكل الذي يصل إلى قلوب وعقول الشباب الذي يعيش الآن في القرن 21، وليس بخطابات يعني ربما لا تحمل سوى الوعد والتذكير بجهنم الحمراء وأشياء من هذه الخطابات التي ربما تنفر الناس من الدين أكثر مما تقربهم إليه؟ يا سيدتي، بدون شك لاحظت أن على مستوى الموجود، على ما هو موجود من حيث الإذاعات وما أكثرها، تجدين أن إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم هي رقم واحد من حيث الاستقطاب من حيث الاستماع. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الناس
يقبلون على الخطاب الديني على الرغم مما فيه من نقائص ولا يخلو من نقائص. مثلا ما هي هذه النقائص؟ نريد أن نعرفها. أنا شخصيا أرى أنه من النقائص عدم تطوير الأسلوب في الحوار، وأرى أنه من النقائص عدم وجود برامج حوارية مباشرة، وأرى من النقائص عدم وجود برامج يستدعى إليها حتى المخالف حتى يسمع الناس أدلة المخالفين وكيف يفهمون وكيف يفكرون، وأن يدمغ هذه الأخطاء من قبل علماء متمكنين حقيقة على 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 الشاشة. وأرى أيضا أنه من النقائص ألا نجد تلك البرامج الحية والحيوية بالمباشر. طبعا هذا بدون شك له تكلفة ويفتح الحوار، لذلك بالمقارنة الناس غالبا ربما يفرون إلى المحطات والمنابر الأخرى التي تحاور الناس، أولا تحاورهم مباشرة وتفتح لهم خط التعبير، ثم تناقشهم في 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 الموضوع. والشيء الذي يضفي على الوجه الإعلامي نوعا من الحيوية وما نوع من، لكن لذلك فإعلامنا احنا الآن في المغرب موجود، القنوات موجودة، هي قلة صحيح ولكنها موجودة، لكن طبيعة الخطاب طبيعة الأسلوب هذا الذي يحتاج إلى تطوير من جهة، ومن جهة أخرى طبيعة المواضيع التي تطرح. يجب، هذا رأيي الخاص، يجب أن نتغير قليلا، يجب أن نطرح المواضيع الاجتماعية الحيوية التي تعنى بالشباب في حياتهم الجنسية وفي حياتهم الغرامية وفي حياتهم في اللهو وفي الرياضة وفي كذا، وأن نجد في هذا الخطاب الديني ما يغذي ويهذب الروح للمستمعين. طيب فضيلة الشيخ، يعني ذكرتم أن هناك غياب للبرامج الحوارية المباشرة المتعلقة بالشأن الديني، هل هذا الغياب ربما يعود إلى عدم كفاءة وقدرة علماء الدين بالمغرب، وبالتالي عدم ربما تجنبهم الوقوع في بعض يعني المواقف المحرجة التي قد يسألها يعني يطرحها بعض المشاهدين، وبالتالي يجدون أنفسهم عاجزين عن الرد على بعض القضايا نظرا لكون ربما كفاءتهم لا تصل إلى المستوى الذي هذا خطأ. المغرب عنده من الكفاءات العلمية والفكرية ما يجهله الكثير، كل ما هناك أن هذه الكفاءات ربما لم تفتح أمامها الفرص من أجل التعبير عن نفسها بكل حرية. ربما طبعا هناك إكراهات بكل تأكيد، وأنا أعرف أن الأستاذ التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أعرف أنه رجل مدرك لهذه القضايا، ورجل يريد من الواعظ ومن الخطيب ومن الإمام أن يكون في المستوى المطلوب. أنا أعلم هذا علم اليقين، ويريد أيضا من الإعلام الرسمي الديني أن يكون أيضا شاملا لهذه القضايا التي تقي شبابنا، ولا سيما من الآفة التي ذكرتها آنفا، آفة التطرف والغلو، لأنه الآن أصبحنا على يقين جميعا مسؤولين وغير مسؤولين أن الشباب لا بد وأن يستمعوا إلى الخطابات الأخرى، فإما أن نكون وإما أن لا نكون، إما أن نواجههم بما نؤمن به بالأسلوب الراقي والشيق والمقنع، وإما أنهم سيلقون بأنفسهم في أحضان الإعلام الآخر وما أكثره، عبر النت وعبر الفضائيات وعبر، وليس كل ما يذاع صحيحا وليس كل ما يذاع فيه خير، بل الإنسان معرض لكل الآفات. لذلك لا بد أن نحصن شبابنا بالخطاب وبالحمولة العقدية والعلمية والفكرية التي تقيه تلك الشرور، ولا يمكن أن نكون كذلك إلا إذا كان أسلوبنا في إيصال المعلومة أسلوبا راقيا عصريا باللغة العصرية الراقية التي يفهمها الشباب والشيب على حد سواء، فهذا هو الذي ربما ينقصنا.
طيب، ربما الحديث عن موضوع الخطاب الديني هو حديث يعني ذو شجون، وربما يجب أن تخصص له ساعات وساعات، لكننا نريد منك في الختام أن تعطينا ربما بعض السبل التي يمكن اتباعها، خاصة من قبلكم أنتم، أنتم ورثة الأنبياء كما قيل في حقكم، يعني ما دوركم في تجديد الخطاب الديني؟ كيف لكم أن تعيد لهذا الخطاب الروح الجديدة بما يعني يناسب العصر الذي نعيشه، وتتركوا يعني جانبا ذلك الخطاب الذي ينفر الناس من الدين، ذلك الخطاب الذي يذكر الناس فقط بجهنم، الذي يذكر الناس بعذاب القبر وغيرها من الأشياء من هذا القبيل؟ يعني ما السبل الممكن لتجديد الخطاب؟ أظن أن السبل الكثيرة، منها ما يخص الدولة نفسها، منها ما يخص المؤسسات، فلا بد من تجديد التكوين ومواصلة التكوين المستمر للأئمة والخطباء، وفتح المجال أمامهم لاستعمال آليات العصر والاستعمال ولإدراك الخطاب العصري، لأن قد يكون الداعية ملما بأحكام الشريعة وما شاء الله متقنا للعلوم الشرعية، ولكن لا يحسن التواصل ولا يدرك الفقه، فقه الواقع، فقه المعيشي للناس. يجب أن تفتح إذن أوراش على مستوى المؤسسات للأئمة من أجل التجديد ومن أجل التنوير ومن أجل الدفع بهم إلى المستوى الأعلى. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، لابد من تزويد أيضا، وهذا على مستوى المؤسسات أيضا، من تزويد الخطباء بين الحين والآخر بمنشورات في المستوى العالي أيضا للتذكير وللتأطير وللتوجيه أيضا بالموازاة مع الأوراش الأخرى. هناك أيضا الواجب الآخر، وهو الواجب الفردي على كل داعية وعلى كل خطيب وعلى كل إمام، أن يحسن من مردوده ومن مستواه بالانفتاح على واقع الذي يعيش فيه، وبالانفتاح على أدوات التواصل الاجتماعي والمنابر الموجودة، بالانفتاح على الإعلام في حد ذاته، بالانفتاح على إدراك مقتضيات العصر، وبالانفتاح أيضا على اللغات الأخرى حتى يعلم كيف يفكر الآخرون، وحتى يعلم العلاقات الإنسانية التي تربط الداعية بالناس كلهم، لا سيما أنه كما لا يخفى عليكم المغرب يبعث ببعثات بمجموعات هائلة من الدعاة والوعاظ، ولا سيما في شهر رمضان، ويبعث بالأئمة أيضا إلى أوروبا وغيرها، وهم رسول إذن للخطاب الديني الرسمي المغربي. لا بد أن نتفتح وأن ننفتح، هذه قضية، ولا بد أن نطور أنفسنا، وأن بين قوسين إن صح التعبير أن نعصرنا خطابنا الديني حتى يكون خطابا في شيقا، فيه حلاوة وفيه إقبال، ولا يكون كما تفضلت، لا يكون منفرا بالخطاب الجاف، اللغة الخشبية، الإمام الذي يخطب وهو عبوس وهو يزمجر وهو يصرخ وهو كذا، والناس لا ينتظرون إلا متى يقول السلام عليكم لينصرفوا. فهذا هو، يجب نفكر في أن نجعل من المواطن، من الشباب، ينتظرون يوم الجمعة بشغف. إذا وصل يوم الجمعة يشعرون بالسعادة ويذهبون إلى المسجد وكلهم السرور وتطلع وتشوف إلى ما سيقوله الخطيب، ويستمتعون بكلامه. وهذا لا يتأتى إلا إذا كان هذا الخطيب يخاطب الناس بما يشغلهم، باللغة التي يحسنون فهمها، وبالأسلوب اللبق الشيق المخفف على الناس، وما إلى ذلك. إذن نحن في حاجة إلى الإصلاح في مجالات كثيرة بدون شك، كمل لله، لكن لا نقول نحن لا يمكن أن نكون عدميين بحيث أن هذا الخطاب، لا، الخطاب في المغرب قائم، مؤسسات قائمة، الجهود مبذولة، ونريد المزيد. وهذه هي، هذا هو المؤمن لا يشبع من الخير، نريد المزيد من الخير لهذه الأمة. في ختام لقائنا معكم فضيلة الشيخ محمد الفزازي، نشكركم جزيل الشكر على قبول دعوتنا. أما أنتم مشاهدينا الكرام، فنشكركم أيضا على متابعتنا، ونضرب لكم موعدا آخر مع حلقة أخرى من لقاء خاص. دمتم في أمان الله ورعايته.